تلقى الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للبحث في المستجدات المحلية والجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن. وخلال المحادثة أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن تقديره للموقف الأمريكي الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية وعلى صعيد دعم جهود السلام والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم. وأكد فخامة الرئيس التزام مجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، خصوصا قرار مجلس الأمن رقم 2216. ونوه بالجهود التي بذلها الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية من أجل الوصول إلى الهدنة في اليمن وتشارك ضبط النفس مع مجلس القيادة والحكومة إزاء الانتهاكات والخروقات الواسعة من جانب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.